في 2021 بمركز المفروض انه مركز محترم حاله محترم نفسه. انا زباين البرد عشت علي انا برابيت اربع شوي حنان بليز، بس تفوت له عن شوي. الحمام هيك. بعد زيارات عديدة لهون لهالمركز، تقريبا 6 مشاوير أو 7 مشاوير عطيناهم انذارات وقلنا لهم انه ما بيصير يعيش مرضى بهيك وضع. للأسف بعضهم لحد اليوم